إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب. بداية الماتش أو دورة القمة 25 بين فريقي المغرب التطواني الذي يستضيف شباب المحمدي. أما الكرة عند حارس مرمى فريق المغرب التطواني في اتجاه المدافع الأيسر. بطبيعة الحال فهي القمة بين الفريقين اللي غادي تعطي من سيتصدر بطولة الأمل. النتيجة ديال الجولة الأولى فانتهت بصفر لصفر، إذا لحدود الآن النتيجة المسجلة التعادل السلبي صفر لبدا. I'm
اذا كيف كتشاهدوا معنا ففريق المغرب التطواني يعني اللاعبين ديالو كيتميزوا يعني بالتفاهم والتناسق في اللعب ديالهم، يعني تمريرات قصيره من المتوقع انهم يسجلوا اولى الاهداف متابعينا الكرام. لا 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 لا
I'm going to go to the hospital.
وأولى أهداف فريق المغرب التطواني متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشعب بعد هجمة مرتدة وبعد تمريرات متناسقة يتمكن لاعب فريق المغرب التطواني من كسر حاجز التسلل وأولى أهداف فريق المغرب التطواني. الإشارة متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشعب فريق المغرب التطواني يحتل الرتبة الثانية بينما فريق شباب المحمدية يحتل الرتبة الثالثة وبالتالي هذا الهدف ديال الفوز لحدود الآن خلال الجولة الثانية فربما سيقرب فريق المغرب التطواني إما أنه يبقى في المركز الثاني أو أنه يتصدر بطولة الأمل. يعني صراحة ففريق المغرب التطواني يقدم كرة جميلة بقيادة ابن مدينة تطوان وابن الفريق وابن الدار محمد الكحل من بعد ما كان لاعب كبير هنا بمدينة تطوان فريق المغرب التطواني وكذلك بأولمبيك خريبكة ومن بعد رجع الفريق ديالو الأم فريق المغرب التطواني ها هو الآن يتولى قيادة فريق أمل فريق المغرب التطواني ويبصم على موسم متميز. إذا تصبح النتيجة لحدود الآن 1-0 لفائدة فريق المغرب التطواني. ننتظر ردة فعل الزوار.
إصابة يتعرض لها أحد لاعبي فريق المغرب التطواني على مستوى الوجه، وتدخل طبيب الفريق من أجل تقديم الإسعافات الأولية لأحد لاعبي فريق المغرب التطواني اللي تعرض على إصابة على مستوى الوجه من بعد ما قام أحد لاعبي فريق شباب المحمدية برفع رجليه نحو وجه اللاعب وبالتالي أصابه. طبيعة الحال في هذه الحركة فهي غير مقصودة وينال على إثرها البطاقة الصفراء. في انتظار ان اللاعب تقدم له الاسعافات متابعينا الكرام غادي يتواصل ولا غيأمر حكم المقابلة بمباصرة اللاعب. نذكروا بالنتيجة، الشوط الثاني تفوق فريق المغرب التطواني بهدف لصفر بعد هجمة مرتدة مع تكسير حاجز التسلل. ينفرد مهاجم فريق المغرب التطواني بالشباك ويسجل هدف التفوق من بعد ما تم يعني مده بتمريرة فوق طبق من ذهب من أحد زملائه في الفريق. إذا أعتقد بأن الإصابة يعني بالغة يتعرض لها مدافع فريق المغرب التطواني، اللي أكيد بأنه غادي يتم النقل ديالو متابعينا الكرام لمستشفى، أم أنه سيوصل له ربما الإصابة بالغة. أتمنى إن شاء الله هذه الإصابة ما تكونش بالغة.
لأن فريق شباب المحمدية يبحث عن هدف التعادل متأخر بهدف لصفر أمام فريق شباب المحمدية. ويتمكن من تسجيل الهدف. هدف التعادل لشباب المحمدية. تصبح النتيجة لحدود الآن 1-1. تقريبا 15 دقيقة تفصلنا عن نهاية هذه الجولة الثانية من ماتش أمل المغرب التطواني وشباب محمد. Başla.
هجمة مرتدة لفريق المغرب التطواني واش غادي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني من أن المقابلة غادي تبدا والهدف الثاني لفريق المغرب التطواني، يعني لمسات جميله ديال فريق المغرب التطواني كيقدموها لاعبي امل فريق المغرب التطواني ويتمكنون من تسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجه 2-2. يعني فريق المغرب التطواني يقدم كره جميله صراحه ويستحق الفوز. نتمنوا ان شاء الله نشوفوا رده الفعل كذلك ديال فريق شباب المحمديه ونشوفوا مزيدا من الأهداف في هذا المقابلة.
حتى فريق الشباب المحمدية فهو خطير في الهجمات المرتدة وكذلك في الكرات الثالثة حكم اللاعبين ديالهم اللي هما طوال القامة، ولكن لكل ذي حق حقه يعني نعطيوها من خلال هذا المباشر. فيعني أمل فريق المغرب التطواني يقدم كرة جميلة، كرة عصرية تعتمد على التمريرات القصيرة. كرة شرط لفائدة فريق شباب المحمدي. محمد محمد نلعب الدقيقة 37 من هذه المقابلة. الله 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 دم ركنية لفريق شباب المحمدية في هذه اللحظات. الدقائق الأخيرة من عمر هذه المقابلة نلعب الدقيقة تقريبا 39-40. نشوفوا حكم المقابلة شحال عاد يزيد من دقائق في الوقت بدل الطائع. Вот так.
هو الهدف الثالث. الهدف الثالث لصالح فريق المغرب التطواني، وبالتالي فالهدف ديال الكاو يعني الهدف الذي قتل المقابلة، فوز مستحق لفريق المغرب التطواني الذي قدم كرة جميلة صراحة. شباب محمدية يعني باقي خصو شوية ديال الخدمة، يعني يتقن الكرات الثابتة بحكم ان اللاعبين ديالو يعني طوال القامه، ولكن خصو شويه المدرب ديالهم انه يخدم على التمريرات القصيره بين اللاعبين، ممكن انها تعطي الثمار ديالها، خصوصا ان الكره الحديثه اصبحت الان تعتمد على التمريرات القصيره اللي كتجعل اللاعبين انهم يستمتعوا والخصم انه يعيا ويفقد التركيز داخل الملعب. ملعب الدقيقة 43. حالة شرط أول تسلل خلال هذه الجولة الثانية من ماتش أمل المغرب التطواني وأمل شباب المحمدي. Thank you.
دقيقة 45 الآن غادي نشوفوا الحكم شحال غادي يضيف ديال الدقائق في هذه المقابلة. هي هذه الكرة الثابتة يعني هي القوة ديال فريق شباب المحمدية. غادي نشوفوا واش غادي يتمكن من تسجيل يعني الكرة كانت خطيرة. والهدف الرابع 4-1 متتاليين. يعني الان لاعبي فريق شباب المحمديه يعني استسلموا تماما. شوفوا مع من غادي يحتفل بهذا الهدف الرابع رقم 17 يعني مع الاب ديالو. يعني قتل المقابلة اللاعب رقم 17 الهدف الرابع النتيجة 4-1. إذا لحدود الآن ففريق المغرب التطواني يحتل بطولة الأمل بالصف الأول يعني متصدر الترتيب. أكيد بأن هاد اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل أو بعد موسمين غادي يكونوا في تركيبة الفريق الأول لفريق المغرب التطواني. محمد الكحل يبصم على موسم رائع رفقة أمل فريق المغرب التطواني وقد يقود سفينة الفريق الأول ربما في الموسم القادم لأن الأسهم ديالو فهي ارتفعت بشكل كبير متباين. ربما الهدف الخامس نهاية المقابلة.